العلم نور، العلم نور، والجهل يا ما خرطوا. العلم نور، العلم نور، والجهل يا ما يا ما خرطوا. دق الجرس دق الجرس، يلا تعالوا للدرس، لا تقولوا قد فات القطار عنتني، فالجهل وحش مفترس. بعد ما شاب راح الكتاب يتعلم يقرأ ويكتب زين الشباب. احنا في عصر العلم، اسك الدفاتر والقلم. العلم نور للبشر، العلم نور يا أمم. لو جز كلامي هنا بسطرين، العلم نور والله زين، وصدق القول الرزين. العميك عفير، تسلم يا لخو، اطلب العلم ولو بالصين. احنا غلطنا وما تعلمنا واحنا صغار، دنيا بتمشي واحنا محلنا للنهار. احنا غلطنا وما تعلمنا واحنا صغار، دنيا بتمشي واحنا محلنا للنهار. تقولوا فات عمري ولا انتهى امري، تقولوا فات عمري ولا خلاص امري، فالعلم في صغري يجيكوا كانك في الحجر. وشر شر الليل وشري شر الليل، يا زلمة يحب حبيبك شر الليل. وشري شر الليل يا زلمة يحب حبيبك. ما معليش اشتروا معليش اسمع نعشان وبدي انام. نعشان لا تسوي مشاكل، اقعد خلي ساكتين، اقعد خلاص. ايه ما في ربع. اي اي انا عارف انه قاعد يقول اقعد ما تقعد. الله يا اخوي يا حبا تعال بينا. خلينا نخلوه هنا. السلام عليكم. عليك السلام. انا مفضل بياع الترمس صاحب محل كله على الواقف، وقيدت عند المعلم بالمدرسه هون، وبدي امحل امي امسحها اذا تقبلون بصفكم. يلا السلام عليكم. بسم الله يعطيكم العافيه. الريح هلا دق كفك. اشتهل حوله ولا قوت الا بالله. بحرت يا ابو علي تشيف الفوضى دابه في الصف، يعني هالكيت لازم ننتخب لنا عريف جديد. ابو علي ابو علي كبرت مالك؟ كبرت ستك؟ انا لسا قاعد بخرب فيك وانت نايم. شو هذا؟ شفتوه يا جماعه الخير؟ بشوف الشات طول. أكيد إنه خش في إحدى هالتحويلات ومو عارف يطلع، بس يا إخواني لا تجيبوا شيري. اسمع تقول لك، إحنا أحسن حل أنا اللي بحكي لك إياه، منروح عند اللوز يا ملح، ومنقول لها يا لوز يا ملح، طب تحكي لك، بتحبوا مستقبلنا يضيع؟ بتقول لا. شفك. إيش هذا أنت وياه؟ اصبروا شوية، هقيت بيجي المعلم، بعدين اسمع أقول لك، الغايب عذره معاه. عزر معاه؟ جيجيك يلا ترى اشهدوا يا الربع، اشهدوا وكل واحد باسمه، وانت يا راعي دق شفك، الغايب عذره معه. يا الله دستور. السلام عليكم. ادخل يابا. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. هلا في جاري ابو طبجي، هلا في المشمشم. اهلين عطاء. حي الله حي الله بالعبد، حياك الله انت والصحبه اللي معك. لكن قل لي يا ابو العبد، إيه؟ علامه خايف خير ان شاء الله، وش بلا عسى ما في شر. هذا يا سيدي جارنا اريس. إيه؟ حيط بالحيط. إيه؟ بده يقرا معنا. والنعم هلا بيك هلا وبجيتك هلا. حياك الله، ترى انت ضيف علينا ثلاث ايام وثلث، والمكان مثل ما انت شايف وسع المراح. تفضل يا اخو. ما تخافش يا با، ما تخافش اريس، أدلولي كل هون اصحابنا. هذا يا حفيظ السلام. ايه يلا انت حيك على فراش وعيش رماش، انا عفاش. وهذا يا سيدي انا مفضي مفضي بيا على الترمس، توني فضيت من الترمس
ولو بدري يا زمه انك بدك تيجي وبدي اشوف هالجمعه الحلوه، كان يا زمه خليت لك زعه مشان تسلع. وهذا يا سيدي حبيب الشعب. اسمع ابو العبد، عرفته مش هذا ابو سطيف؟ مش انت الكندردي؟ ما احنا اولاد حاره واحده. مزبوط، مش انت سلامه بن شرجيه؟ مزبوط، جارتنا. يلا. وهذا يا سيدي عطا خطيب البنت سابقا، ما غيره تذكرته؟ هلا فريحة اولا، ثانيا خيو بدي اعطيك شويه يعني موجز عن رجلي. انا زمان كنت البس نمره 45 طول العمر ليك، اما هالشاع صرت البس نمره 40، عارف ليش؟ ليش؟ لاني قصيت اظافري. وهذا يا سيدي عم الصف كله وعم المدرسة كلها، عمي أبو علي. اسمع اصحى صحي واصحى تقول يا عمي أشياء بفعب فطف وجهك. وهذا يا سيدي محسوب شو سعيد ويلي بيشل عرس كرس. بتدخن؟ لا. ايه لا عاد كشل، روح اقعد هناك لسكبو علي، تبعد عن كاسم أبو كنوة وهذا أسلم وأحسن. اقعد يا بقريس اقعد. حذايا هناك 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 حذايا كان بدي يقول مرحبا سلامه. هلا 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 فيك ابو العبد، حياك الله يا ابو العبد، حياك الله يا الله. قيام يلا تفضلوا شباب. بعرفكم على زميلكم الجديد في المدرسه. مرحبا شباب، محسوبكم فضل لبان، وكنت يا اللهم زيد وبارك ابشير، وبيقولوا لي ابشير شنو لانه ابي الله يرحمه. ايه تعيش يا خطال عمرك. تعيش يا سيدي. بشدك وما ليك علي هاليمين، اني ما بعرف عن ابوك المرحوم غير هالشياء. لا حول ولا قوه الا بالله. وكل حال يا سيدي العمر لك ولاخوانك قرب جاي، بس على كل حال برضه يعني شد حالك ولا تجيب سيره. عطا انت بتعرفه من اول؟ أتشذب عليك؟ لا والله أول مرة. أقعد محلك. السلام عليكم. إيه سيدي وين وصلنا؟ الصلاة على النبي. وصلنا يا لخو عند رحمة أبوك الله يرحمه. ما قلنا تعيش يا با. أستاذ بلا مؤاخذة هذا قاعد محله مش راضي يقوم، شو عمل بلا مؤاخذة شو عمل؟ بابا بل عليك باطل. شو بسوي هون؟ قوم قوم خلي عباس يقعد محله. اختصر الشر يا كاسم، اختصر الشر، اقعد يا بدبسة تعال. والله عاش أتقومش عريس، هذا محلك ومطرحك، قربت في بيدك وجهك. بس محله ومطرحه؟ أيوة بحلقه وعراسه. يا شباب يا شباب اسمعوني، خلونا نعرف شو اللي صاير. يا أستاذ هذا أبو الطاقية دخل على الصف من دون إذني، ما هو أنا العريف. عريف إيش هذا؟ اسمع أنت، عريف هذا موضة قديم، إسا كل واحدة عريفة نفسها. شبني عريس. هلا بالعريس، هلا هو بجيتك، هلا علي إنك تقول الصج يا العريس. مين العريس يا عفاش؟ علامك يا أستاذ، هذا العريس راع الحرجة. ما عرفتني بنفسك يا أخ. إيه هذا يا حفيظ السلامة أريس جارني الحيط بالحيط. خلي هو يعرف بنفسه، اقعد يا أبو العبد. ما يكون قعدنا ها يا الله. أريس وجاي يكتب. خير الكلام ما قل ودل، أسلوب لطيف. أقول يا أستاذ شفت عاد إني أنا ما تبليت عليه، هذا هو يقول لك أنا العريس وجاي يكتب كتابه عندنا. صجي يا رجال. أيوة صح. أيوة صح. عفي عليك تسلم. لا تدور يا عبد على رزقتك، رزقتك بتيجي لعندك. ايه سيدي وين العريس بلا زهرة؟ شنو لأنه أنا مطرب أفراح وضربت البكة وبدق على العود. عينتين إلك، هاي صرنا 2 دقيقة وبصف واحد يابا. أنا وين بدي أقعد بلا مؤاخذة يا أستاذ؟ أنا عدم المؤاخذة يا معلمي، بدي أقول كلمة يعني بعد إذنك. مش أبو بشير ومفضي وأبو سطيف طلاب جداد وإحنا عتقية؟ أوه صحيح صحيح. خلص حلت حالها من حالها،
هم صف اول واحنا صف ثاني اترفعنا وليش روك عفش اقول يا سلامه ونعم الراي يلا انت صف اول امشي بقول لك شو وين مالكم تتهاوشوا منو هذا عباس؟ هذا يا اخي صف اول بلا مؤاخذه صف اول؟ اسمعوا يا شباب راحت الحصه وانتم بتتناقروا انا من رايي يا معلمي النادي المعلم ورده تفزع بيناتنا وانا رايي الشاب من راي شبابي بس شرطي هو اللي بقعد وانا اللي بنعد العشل يا عشل انا بقول يا استاذ انه الساقطين من صفنا بنضموا للجداد وهذا بصير صف جديد لنك قطع المقص وهذا نتخلص من اخونا وحبيبنا ورفيقنا كاسب لانه لازم يتشمون عليهم عريف لحالهم لبابهم شوف خالو انا عريف على الصفين وعلى المدرسه كلها عزة هذا ماخذها مكامله اسمعوا يا شباب انت تفضل اقعد جنب السيد عفاس بشكل مؤقت شكرا اهلا وسهلا على ذريع حي الله يا حقيقه على العباب مو على العباب حسنا حياك الله وانت يا اريس سجلت اسمك بشكل رسمي ايه معامله رسميه وعليها طوابع ومن مكتب لمكتب لا يا سيدي ما قلناش لحد بالعكس لازم يعمل معامله رسميه وينحط اسمه بسجل الطلاب الجداد تعال تعال قوم معي استاذ هسا انا باخذه عند الست ورده وبطلع له بشنطه لا انت ولا هداك هذا جارنا انا احق فيه منكم كلكم اريس يلا قدامي يا بابا قنفس قدامي اتركني عطاء اشوف سيبوني على ملك علي ابو العبد والله عاد استاذ يا استاذ انا مايش حق عليك من طربوش ابو بشير تعال هيك وتطلع من بيناتهم شلون يعني بخير راسي احسان هيك منيح هيك بس هادي الدنبه خليها من الحاره الثانيه احسن قعد يا سلام اسمعوا يا شباب درسنا اليوم راح يكون بعنوان من يدق الباب تفضل يا الله دستور سكر الباب وراك يا باريس ايوه الله يمسيكي بالخير يا ست ورده اهلين ابو العبد تفضل يزيد فضلك يا ستي قربي ما تخافش اخي هذا يا ستي السيد اريس جارنا الحيط بالحيط قال ايش طالع براسه بده يقرا ويكتب عظيم اهلين فيه وفي المهلي اكثر ما سالتينيش ليش اها قلتي لي ليش قلها يا بقريس أتستحيش منها هذه الست وردة كتلها كتل بنتك جابها يلا أوكي هذا في أخ إلي راحت زمان على ستيتس من أول هي بس علمنك أتعيد هيش قلها بالعربي راحت على أمريكا قلها الصحيح أمسكتي أنت أنا بقول ستيتس يعني أمريكا ولا شو لا يا سيد أريس ما بيصير ترفع صوتك على أبو العبد أنا ما برفع صوتي على أبو عبد أبو عبد جارتنا آدمية وزقر بس هو ما بعرف إنه أنا بقول عن ستيتس أمريكا يعني وفي ناس كتير ما بعرف وهو واحد أيوة وبعدين ولا قبلين يا ستي هذا أريس بده يتعلم يكتب عربي لأخوه مكاتيب ويقرأ مزبوط وأنا قلت لازم بكتب مكاتيب عشان هيك أبو عبد نحصني نعم تاني مرة بزعل منك يا أريس أتأخذي هوش يا ستي قصده يقول لك نصحتك نحصتك كل واحد مش مهم شو لعب وبعدين هو قالت أنت لازم بروح على هذا مدرسة مسيح أمية كتير كويس طيب وهلا شو بقدر أعمل للسيد أريس عين تاني ريتك كل هالدوباجي آدي ومعرفتي شو بدناه هذا يا ستي الأستاذ سالم طحامن الصف ورفض يقبله إلا لما يسجل عند الست وردة حاضر هلا بسجله شكرا مدموزيل الله يجبر بخاطرك يا ستي إلا بدي أقول لك هذا مبارح والآن يا شباب مين بيستطيع يشرح لنا الصورة اللي في الكتاب
شو بتعني؟ سلامة. هذه الصورة معلمي. مين بدق على الباب؟ مين بدق على الباب؟ اسمع تقول لك مين اللي بدق على الباب. تبع المية بدق على الباب، تبع الكهرباء بدق على الباب، الدهيين بدقوا على الباب، كلهم بدقوا على الباب، كسروا الباب قد ما دقوا عليه. الله وكيلك. فضي. الله يزيد فضلك يا استاذ. لد هاي انت سالتني وانا بدي اجاوبك. لد شو بتقول هاي الصوره؟ هذا هو قاعد هو مرته على الوطاه، شايف؟ وبدالي لد شبر بدو وبتقول له روح عند فضي جيب لنا قرشين ترمس. بقول لها ما معيش سكتي انت بتشفقني. يا مفضي لا في ترمس ولا في غيره. الشاذ بدي اشرف عليك الشرافي، بس توعدني انك ما تجيب شيء. هذا الشاذ جاي من الشرقي، خش على الدار وفتح الباب على الشكتين بدون لا حيط ولا تشوف وبس. أنا أستاذ زيد فضلك استاذ. هذا يا سيدي هدول انا بعرفهم منيح، شنو لانه شفتهم قبل هيك بصندوق العجائب. هي المحروسه عبله، والثاني شيخ الشباب عنتر، وعم تحكي معه بموضوع الزيزه والزواز. هو مالو هون يا بي زيزه يجيك يا الله. أقول يا أخو أنت مرت الثانية تشوف لك مكان غير هالمكان هذا شوية، ولا كان طهت على زقمك يا أخو؟ إيه عفاش، وأنت شو رأيك اللي في الصورة؟ أقول يا أستاذ والحكي للجميع تسلم. أنا أقول أن هذا الصديق هذا يغير مكانه، ولا الحين إن كان طاح على ثمه وطاحن سنونه وبعدين نبلش. لا تواخذني يا استاذ، انت وش قلت؟ قلت ودك وش اللي هو بالصوره؟ اي انا اقول لك اللي بالصوره هذا يا استاذ تعبان ومهموم ومغموم مثلي، وما عنده كلام ولا قادر يطرح السلام يا اخو. صح، برافو يا عفاش. يعني يا استاذ قال عفاش صحيح؟ ايوه صحيح. لانه سالم تعبان وراجع للدار، والجملة بتقول تعب سالم ورجع إلى الدار. شادي يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا يا حفيظ السلامة الست وردة رجعتني وقالت لي إنها هي راح تقوم بالواجب وتخبرك. ولقيتها يا سيدي، شوف لنا لها الصبي رحلاية يقعد عليه. الله لا يوقفك على موقف باص بساعة صبحية بجاه النبي. هاي الكرسي تبعي تجلس عليه لنهاية الدرس وبعدين نلاقي لك مكان. شو؟ على كرسي الأستاذة مرة واحدة؟ هذا إذا لحق وقعد عليه شو راح يقيموا عنه؟ السلام عليكم. أنت كندر ضيق. أنا كندرة ضيق. شوف كيف مفجوع هذا أصبع كبير، وين بده بروح؟ لازم بكون في غزل منشان بشم هوا. أنت لازم بكون كندرة واسع. اسألني أنا إيه؟ وبعدك بتقول كندرة يا ابو نص العلف. أنا لازم أحضرك شو منك. لا يعطى رباش تعال اسمع. ضب شبريت تعال اسمع. يتفاهم ضب رباش. بدك تعرف انه هذا ليش مو خميس قاعد بغلط علي. خميس؟ انو خميس؟ هذا اسمه دريس. دريس ولا قميص؟ بدي علمه شاف يغلط على الناس. بس يا اخوي يا عطم ما فيش وقت يا اخوي يا عطم ما فيش وقت. وعلامك يا شيخ وعلامك تتراجف. اسمع انا تراني كاتم صوت وما بجيب شيء.
بعرف يا اخوي عطا بعرف، وعشان هيك انا جايك اطلب منك خدمه. خدمه؟ هذا اكيد متهاوش انت ولشوانك الاربعه. ايش خدمه؟ لا يا اخوي عطا لا. لعاد اكيد عامل لك عمله. غمض فتح عالي واطي عندك كتاوت. اسمع خيوه اسمعني وركز معي. انت عيونك مشغولات وكلك على بعضك مزغول. شو مزغول مش مزغول؟ انا ما عم يضوي يا اخوي. ضوك ضوك اليمين ولا الشمال؟ اسمع ركز معي، اصحى تمشي في الليل بدون ضو، ترى الشرطه بخلفك. بعدين يا عم احسبها، ركب ضو ارخص لك من المخالفه. جاي شو ضو مش ضو؟ مش هيك الحكايه يا اخوي عطا. مش هيك هو الشيء العادي شيء يا اخوي عطا. يا اخوي عطا في كارثه، في كارثه راح توقع. فهمت شو يعني كارثه؟ كارثه فاهم؟ وشايف بدي اخلصك من الكارثه هذه، شايف بدي اخلصك وانت بتفن فوق راسي. قلبت معدتي يا شين وقربت تدوخني. انا دخت يا اخوي عطى على واحد دين 10 ليرات. 10 ليرات؟ اشياء اشياء قربت تدوخني، ما تعلمني يا شين، وش بدك فيه القروش هذول؟ ما انا بقول لك يا اخوي عطى عشان اخلص من الكارثه. كارثه؟ يعني مصيبه يعني؟ هيك فهمت لحالك، وانا بصراحه كنت خايف اقول لك احسن تخاف. اسمع لا تقول بخاف، لا تقول بخاف، انا ما عاش اللي خوفني ولا اخوك. ها فلتني. ما هو علي اللي حكيت لك انا. ها امتى امتى بصير كارثه؟ امتى بصير؟ من حقي كتير بدها تصير الكارثه. انا سمعت من اخبار موثوقه انه راح تقوم كارثه، والناس راح تنزل على السوق تملي رز وسكر وطحين وما تخلي اشي في السوق. وأنا بصراحة عشان هيك بدي العشر ليرات عشان أموت من البيت. ما أنتوا عارفين إنه في أربع نسوان برقبتي. أربع مرة؟ أربع مرة يا خواجة. شايف؟ هو أربعة وأنا ولا واحد يا خميس. أريز مش خميس. هذا إذا أنت ما بعرف بقول اسم، كيف بدك بواجه مشاكل ها؟ زيغة. بعدين أنت أبو أربع نسوان. نعم يا خواجة. كم ليرة بكفي قرض لله حسنة؟ اللي بتجيبه منيح يا خواجة. هذه 10 ليرة بكفي؟ نعم يا خواجة. بس إمتى برجعوا؟ قبل ما تخلص الكارثة يا خواجة. جايك أنت والكارثة، أنا خايف كارثته هذه بينه وبين مشوانه. جايك يا الله. شو بتسووا أنتوا اثنين هون؟ ليش ما تدخلوا على الصف؟ يا هم لالي، هلا بقاشم، هلا بعرف انعاج، هلا هذا يشين مبين عليك جاي تهاوش. اصبر انت دايما زعلان. هذا عريف موضة قديم راح زمان. لا ما راح زمان بعده. بس عاد قاسم بس عاد منك. تعرف يا قاشم اني كنت بدي اسولف عليك شغلة ودها تصير، بس هالشيء بطلت. وشو اللي بده يصير يعني؟ كارثة؟ هذا بعرف. انت بتعرف؟ ها انا عاد كيف ما بعرف؟ انا بعرف كل شيء. يوم صارت هي خلينا نروح امول لعاد. وانا بروح امول. ما صار نصيب ابو العبد، ما صار نصيب. ادلولي سحى العقل هون اكيد. وين عقلك ابو سطيف؟ وين عقلك يا بعطاء؟ عقلي اقضب عندك واقضب عنده كمان. عقلي في الرز فاصلي، وفي السكر فاصلي، وفي الطحين فاصلتين، وفي الكاج شم ريحه ذيك الاشياء. وبيض وبسطرمة وسنيورة يكسرهم. أدلول انجنوا ليكون انجنتوا وإحنا مش عارفين. ها يلا يمشي انتوا وياه، اخذ الشيطان وامشوا على الصب بلا سقاعة. يا جرمي لا تقول اخذ الشيطان، اسمع مني وخنروح نمول الناس بتوكلوا في بعضها. يا شين امشي معاي. ايه يا ضيعان عقلك يا عطا، الله يجبر على أهلك. يا بقريس امشي قدامي على الصب. موتني أني، أنت كمان أبد كاش. خيو شو رأيك تسمع مني؟ أنت في الشلي وأنا في البيكب، ندبجهم دبج ورخوك. روحت إيه أبوك الموت. ولكم فلقتوني عار، شو السيرة؟ حد زعلكم؟ احكوا انطقوا هالذهبة. شو رأيك يا أبو العبد أطصهم كل واحد هواء على صباحه بهالقن وخلهم يصحوا؟ لا يا عمي لا تضربهم، أدلوني باين الجن ضاربهم. اسمع ورد علي، اسمع مني، انا بقول ليك الناس بتقطع في بعضها بتقطع، والدنيا قايمه قاعده. قايمه قاعده؟ شو بتوشوشوا شو؟ ها انا العريف لازم اعرف كل شيء، ولا بهالكلمه صباحكم. شو بتقول؟ كارثه والعمل
العمل نمون يا مشمشم أهص شو بيه خبروني هذا الدنيا قال مقعدة يا قاسم وإحنا يا غافل لك الله قال إيه جايين على الدرس ماتني أنا شو بدها تقضي تا تقضي هالسلة عطا اتركك قريب من هون إيه ادوي أبوك يا الموت روحت اجبت يلا خذ ايوه على شركة أربعة ولا أخوك يلا يلا شبي يلا اقصد امشي قدامي يلا روحت روحت وشو هالكارثة هاي؟ ما سمعنا بيها لازم أروح عند الست وردة أستأذن منها مشان أروح أشتري شوية شعير للحلال ما أخي اللحم شاف لأولادي أبو سلطان شاف أمهم بنشرين يا حمد الدنيا يا سلام أثمك أبو بشير يا سلام أثمك إيش هذا يا جماعة الخير؟ أبصر إيش صار في الدنيا؟ المعلم لها إيه ما بينش وقاسم ما بينش اقول يا سلامه والحكي للجميع ولا تهون يا جماعه الخير لا نغاب الاستاذ ما يهم بيه ورده موجوده هي سلم ثمك يا عفاش يسلم فعلا يا ابو السلم طالما الترمس اللوزي موجود وشغلنا بالبليلة بشفك لا لا هذا ولا هذا احنا هلكيت لازم ننتخب لنا عريف جديد لنك لانه هذا الوقت بس فرصتنا صدق وامن انه ما فيش غير هالوقت هذا بتشوج وما بتشوج الله يجعلك عمرك وما بتشوج حي الله حي الله حي الله بقاسم هيا جاء اخونا وحبيبنا قاسم طرينا سيد الكل طجنا ينطج يلا يلا قوموا في كارثه قاسم ايش هذا كارثه علامك يا قاسم وش وراك من هو اللي خارك ما حدا خارني بس الدنيا قال لي قاعدوا بكارثه بعلي كوم كوم بعلي في كارثة كوم شو بعلي كوم كارثة هاي وين علي 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 أبو علي أبو علي علامك يا أخو يقولوا بي كارثة أي كارثة هذه هالحين أنت كنت بعقلك شوف خالو أنا مش فاضي ترى إن واجس وأبو العبد وعطا راحوا يتمولوا ها وأنا راح أشتري شعير للحلال ها قوم رمحوا يا كشري يا ضيم حالي حكيت ملي وعيال بتتصرصع أكثر ما هي مصرصعة أنا رايح بخاطر تشو وتشيل صرصعة بسلامة غريبة كلكم معاكم خبر إنه بي كارثة ما عدا المجلس القروي معهوش خبر أنا بدي أروح أخبرهم أبو السلم قول لي يا أبو السلم الترمس بغلى ولا برخص بالكارثة أنا إيش دراني أمفضي بعدين هقيت روح خلينا نمون الدار فاضية وبتلاقي هقيت الدكاكين كتف بكتف أبصر نلحق نشتري إشي ولا لا يلا أمشي 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 نحن يا عفاش وشو قاعدين نعملون أنا رايح كشف اللبان حول ولا قوة إلا بالله ترى أبو المثل ما خلى شيء وما قاله لأن انجن ربعك عقلك ما ينفعك ما ظل غير هالعباهرة الثانية يلا غريب وين راحوا مع انهم عمرهم ما اتفقوا على اشي واحد مره واحده
هاي اللي مجنني. ومش خايف على الاغراض اللي حقها بصير قديش تنسرق. امسك يا با امسك. اسمع بدناش نطول هوني، ها نفرز اغراضي على اغراضك ونحمل حالنا ونروح. هاكم الدنيا قايمه قاعده ونخاف الناس يسرقوا الاغراض، فاهم؟ اسمع على ضل قول يشرقوا ما يشرقوا، خيوم شمشم لا تلهيني. وين الحشاب؟ تعرف شو نسيناه؟ نسينا اشي مهم. احنا اسمع ما نشينا ولا شي، نشينا الحشاب. الله اسم الله. هي عريف النعاج قاسم وصل. الحمار ضربته بالقلوة ومات، وجايب لك ياس لغول معي. شو مروحنا على القرية؟ ها لا لا يا قاسم، هذه فوق الكارثة اجتك كارثة ثانية. حمارك مات؟ اسمع انا خايف انه مات بالشكت القلبية جيك. وكاد وكاد يا سعيد، انك ما خليت شيء وراك بالسوق. ايه محسوبك سكر السوق تشله. عافيه كشت شل البصل الاخضر اللي في السوق. ودي اسوي عليه لعيونك مركه عدس. ايه تسلم تسلم. وانا يا الاخو خذيت كل اغراض بالسوق، كل الاغراض اللي خذيتها رز وطحين، وخذيت حلاوه بعد، خذيت مونه تكفي للبيت ثلاث اشهر. ايه هي اللي عندك ولا بلاش؟ عندك عواف شباب. يلا شو يا جماعة؟ عبتكوش تمونوا ترمس لأولادكم؟ ايه اقول يا مفضي ما ظل بجيبتنا شيء، جيوبنا فاضية. اقعد اقعد بجالك مفضي. شو الله عندك خيوم ما بتدين؟ ايه دوك عاد يعني بالايام هاي ما بدينش، جيب ايام الكارثة. تفضل. لك شو صاير بالدنيا؟ لك الكل عم يركض. سلام عليكم شباب. السلام. ول التليفونات يا نصها معطل يا نصها مشغول، الواحد مش عارف يوصل على الخبر. لا حول ولا قوة. اي خبر بدك توصل يا ابو علي؟ شو هذا اللي جايبينه؟ ايه شو هذا؟ موني موني للكارثه. كارثه؟ اي كارثه؟ ايه انت مش داريه؟ الدنيا قايمه قاعده بي كارثه. إيه؟ مين اللي قالكم يا جماعه؟ مين الكذاب اللي خبركم انه في كارثه؟ انا يا استاذ نفسي سالتهم هالسؤال وما واحد جاوبني عليه. هوب يعني هذه كذبه ما هي صحيحه؟ يعني هالحين كل اللي حصل هذا اشاعه؟ طبعا يا عفاش طبعا اشاعه وكذبه، ابصر مين عملها فيكم. على الشاب على الشاب على الشاب. عباس اللي شوها. عباس 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 حتى انا ضحش علي انا والشكافي، وصار يقول لي انا الدنيا قايمه قاعده، ضحش على الشكافي واخذ منه 10 ليرات وقال له مش كافي. عارف ليش الشيء؟ عشان مون البيت. وانتو شو سويتوا؟ رحتوا فضيتوا السوق مش هيك؟ البين اللي غشاج محلاج، السوق ما ظلش فيه ولا حبه بركوك. والله عال يا جماعه افترضوا انه في كارثه بصير هيك؟ ليش ما سالتوني؟ ليش ما خبرتوني؟ ما انت يا استاذ ما جيتش، احنا ما قلنا انك يمكن بتمول. يعني واحنا ايش بدرينا يا معلمي؟ افترضوا فعلا انه في كارثه، يعني كل واحد يروح ياخذ الاغراض اللي في السوق ويخزن عنده والناس الثانيه تموت من الجوع. وينه عباس؟ وينه؟ اللي خلي هالقلوه تفك من راسه. وينه؟ 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 Thank you.
خلص واحد تحويش خسارة عبست الموال زيت حطينا آخر بارة حطينا آخر بارة وانا بكمي صار تريد داري دور في الحارة ايوة وانا بكمي صار تريد داري دور في الحارة على الكاس وعلى الطحين جزيك والسكر والسيجارة انا يا سيدي يا سيدي عبيت سلت قدمي وقلت يا ريت انا يا سيدي يا سيدي عبيت سلت قدمي وقلت يا ريت صير السلة قد البيت حتى تعدي الغارة صريت هوا وتنكت حلاوة وقلت مضيها بالبيت تعليلة وما هي بشارة وانا بحبتي صريت هوا وتنكت حلاوة وقلت مضيها بالبيت تعليلة وما هي بشارة تعليلة وما هي بشارة وانا اشتريت سوالين شعيري وكرسان وجديين وانا اشتريت لشوالين شعيري وكرسان وجديين وحمالة حمل حمارين على ظهري يا خسارة على ظهره يا خسارة وانا قاعد رطلين ترمس كل حب بثنتين وانا قاعد رطلين ارمس كل حب بثنتين بعت الكيس بحق اثنين دنيا وبدها شطارة دنيا وبدها شطارة وانا بعت البسكليت بعت مرتي العسوارة ايش بدي اعملها ايد لما ارجع الحارة لما يرجع الحارة تلفوني قال ايش ما بحرارة اجت منه مش مني دورت عنه مدوارة دوره عنه مدوارة واحنا نمنا برا البيت جل عشرين بعبارة واحنا نمنا برا البيت جل عشرين بعبارة كلنا لكن هد البيت هذا بروح خسارة هذا بروح خسارة أي جزاتك يا عباس يلي ما عندك إحساس أي جزاتك يا عباس يلي ما عندك إحساس عمالك بتوطي الراس وبتفضحنا في الحارة وبتفضحنا في الحارة وبتفضحنا في الحارة وبتفضحنا في الحارة العلم نور العلم نور والجهل يا ما خرطوه
العلم نور، العلم نور، والجهل ياما ياما خربوا. دق الجرس دق الجرس، يلا تعالوا للدرس، لا تقولوا قد فات القطار عندني، فالجهل وحش مفترس. بعد ما شاب راح الكتاب يتعلم يقرأ ويكتب زين الشباب. احنا في عصر العلم، بس كالدفاتر والقلم، العلم نور للبشر، العلم نور يا أمم. لو جز كلامي هنا بسطرين، العلم نور والله زين، وصدق القول الرزين. العلم يا كافر، تسلم يا لخو، اطلب العلم ولو بالصين. احنا غلطنا وما تعلمنا واحنا صغار، دنيا بتمشي واحنا محلنا للنهار. احنا غلطنا وما تعلمنا واحنا صغار، دنيا بتمشي واحنا محلنا للنهار. تقولوا فات عمري ولا انتهى امري، تقولوا فات عمري ولا خلاص امري، فالعلم في صغري يجيكوا كانك في الحجري، فالعلم في صغري كانك في الحجري. العلم نور عندي، العلم نور، والجهل